السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه موروكن كار درايفر. كاع الناس دابا جالسين في الدار وقلنا علاش ما نفيدوش بعضياتنا بواحد المواضيع على السيارات. اليوم الحلقه غتكون على بي ام دبليو ام 3، غنشوفوا التاريخ ديالها كامل. ديال التسعينات كانت مرسيدس مهيمنة على سباقات السيارات في ألمانيا ديال الدي تي ام، وبهم بغات هي تدخل ونخص واحد السيارة. دونك فكرات المنافسة ديال السيارات 190 او هي الفئة الثالثة وهي اللي غيخدموا عليها باش يخرجوا الام 3. مشاو عند الفريق موتور سبورت قال لهم خصنا شي محرك يكون قوي، قالوا لهم غنديروا محرك 6 سلندرات، قال لك لا بزاف ثقيل عليها، قال لهم نعطيكم واحد المهله باش توجدوا لنا محرك. عطاهم جوج سيمانات ووجدوا محرك 4 سلندرات حتى هو قوي، شدوا هذاك ونقصوا منه جوج ديال السلندرات وخرجوا محرك 4 سلندرات فيه 200 ديال الخيل. داروا لها باديكيت لازال عراض القدام واللور والبارشوكات، مخلاو في الفئه الثالثه غير البيبان والكالندر والكابو ديالها. دونك بقات واجده، بدلوا لها الشاسي، البريكات تاعهم تبدلوا، دونك خرجت السياره واجده باش تدخل الدي تي ام. ولكن بقى واحد الشرط باش تدخل السباقات ديال الدي تي ام، خاص يخرجوا 5000 سياره من هذا الموديل ام 3. والثمن ديالها دابا في السوق راه وصلت واحد 60 مليون 60 ميل اورو اللي واصله دابا. في المغرب كاينين قلالين. في 1992 خرجت الاو 36، مي هاد المره داروا فيها 6 سلندرات، محرك قوي 3.0 فيه 321 الخيل. مي كاين واحد الفرق، انها خرجت في 4 البيبان وفي 2 بيبان، موراها خرجوا الفيس ليفت ديالها فيها 3.2 321 الخيل، وكان من احسن المحركات اللي تخرج القوه بالنسبه للسعه اللي فيه في ذاك الوقت. كان واحد المشكل انها كتبان بحال الفئه الثالثه عاديه ام سبور، يعني بحال تقدر تبدل غير الباشوكات وتبان بحال عندك ام 3. عام 2000 جات 46 وبي ام سمعات المولوعين ديالها، خرجت السياره فيها محرك واعر، بادي كيت واعر، بقى فيها 6 سلندرات، مي طلعوا الخيل ديالها 343 الخيل. السياره ولات عريضه، ولات كتبان في الطريق رياضيه ومتوحشه، ولكن كاين واحد الحاجه ان خرجوها غير في جوج بيبان، وجوج بيبان والمكشوفه، 4 الخرجات في عادم الصوت، وكان فيها الغطاء ديال المحرك بالالومنيوم باش كيربحوا بزاف ديال الوزن، وهضروا عليها بزاف في المجلات، تيقول لك بانها من احسن السيارات الرياضيه اللي دازت في التاريخ. الثمن ديالها في السوق كاينين في المغرب وصلن بين 150 ألف درهم حتى 200 ألف درهم، 15 مليون حتى 20 مليون. جات 2007 وبدلوا الفكرة كاملة، السيارة M3 ولات فيها 8 ديال السيلندرات والمحرك وصل ل 420 ديال الخيل، وخرجوها في 4 البيبان وفي 2 بيبان. تبقى هذا من آخر المحركات اللي فيه تنفس طبيعي، وتتميز بالصوت ديالو اللي جميل بزاف. من المميزات ديالها ان السطح ديالها كيخرج كربون ماشي فيهم كاملين باش كيربحوا حتى هي الوزن. كاينين في المغرب الثمن ديالهم تقدر تلقاهم بين 24 مليون حتى 30 مليون. في 2014 خرجت الام 3 اللي كاينه حتى لدابا، اللي هي 4 البيبان و 2 بيبان، ولات سميتها الام 4. رجعوا ل 6 سلندرات، مي زادوا 2 توربويات، ومحرك ولا قوي بزاف، تزاد بزاف في العزم الدوران ديالها، وهي في 430 ديال الخيل. الثمن ديالها الام 4 غيكون الثمن ديالها بين 500000 درهم حتى 600000 درهم، بين 50 60 مليون. الام 3 ما كايناش في المغرب كاع نهائيا. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه، المهم باش ندوزوا الوقت في الحجر الصحي اللي حنا فيه، وخليو لنا في لي كومونتير شنو الموضوع اللي بغيتي نهضر عليه في الحلقه الجايه. شكرا لكم.
Thank you.